سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف أنا رايح وفكري أنت وطايرة ومرتاحة شو بدنا نعمل لتضلك مسلطني هيك هلأ صار الوقت أنت تطلعي لي مصاري بونجور أهلا بونجور شفتك واقفة وعم تطلعي على البيت مين حضرتك؟ أنا زينة جناد سكرتيرته للدكتور يزبك نديم كامل صديق الدكتور باسم كنت جاي شوف إذا ست حلا موجودة والظاهر ما في حدا إلي بالعادة تلفين ترد علي الخادمة إلي كم يوم عم تلفين وما حدا عم برد فكرت التليفون مقطوع قلت بيجي بسأل عن الحكيم مش عارفة عن أخباره شي من وقت ما سافر أنت عم تعرف شي عنه؟ مرحبا أهلا الظاهر ما في حدا غيرنا عم بزور بقيت مسكر ما في حدا
أحسن ما ننسى البيت وننسى أصحابه. عرفت شي عن دكتور باسم؟ عم يحكيني من وقت لوقت وعطولي بيسألني عنك وبيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه. ما قالك أمتى ناوي يرجع؟ مأخر شوي. وشو جاي تعمل هون؟ طلب مني ضل طل على البيت هيك للاطمئنان. أنا كمان عم طل من وقت لوقت لأنه طريق شغلي جديد صار من هون. يا أهلا وسهلا بالمختار. يا أهلا وسهلا. جاي وعم قول إن شاء الله تكون عند أهلك. اشتقت لك وحابب شوفك. القلوب شواهد. كنت بكرة الصبح ناوي روح لعندك. ما كنتش لقيتني. ليه من غير شر؟ مسافر بكير وجه الضوء رايح شوف المختارة وهالولاد. سمعنا صوت منحبه كتير وطول علينا الغيبة. أهلا وسهلا بحبيب القلب. يا ميت أهلا وسهلا بالمختار. شو بو باسم قاعد على أعصابه وعم بفكر كل الوقت؟ من وقت ما خبرته أني شفت نديم أنا وراجعة بالسيارة وهو عم بفكر خايف يكون نديم عرف السيارة وشافنا عم سوقها. شو أقولك؟ رح يجي نديم لهون؟ هيك باسم متوقع. وانت كيف شفتيه؟ عنده استعداد يقابله ولا بده يهرب منه مثل العادة؟ ما قدرت فهمت عليه كيف بده يتصرف بس حسيت انه حابب يشوفه ولو انه عبر عن هالشي بشكل عاطفي وكان متردد وضايع. ما عاد في مجال يهرب منه. اذا نديم عرف السيارة وعرفك صارت القصة مفتوحة. هيئته باسم عارف هالشي لأنه بس كنا نسأله ليه ما بتشوف نديم يكون جوابه لا، بس هالمرة في مجال للأخذ والرد، ما قطعه من الأول. هيك فهمت منه؟ من طريقة كلامه بهالموضوع حسيت كأنه في شي بده يحكيه مع نديم ونديم بالذات. ذكية يا زينة، ذكية. ما حدا بيفهم على ابني قدك. كباية موارد بتفتح لك شهيتك على الأكل لأنه الليلة بدنا نكسبك على العشاء والنومة. وما في مجال اتركك تفل وما تقلي عندك شغل مش عقبل. والله كان حب علي أقضي السهرة معكم بس مضطر انزل عبيروت اشتري كم غراض قبل السفر. خير بغيرة يا حليم، معلي اسمح لي فيها هالمرة. وبعدك بس ارجع من السفر رح أقضي عندك ليلتين مش ليلي. إذا كان هيك قبلت تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك. بدنا نشتاق لك يا مختار، ما تطول الغيبة علينا. شهر زمان بقدرش ابعد عن الضايعة أكتر من هيك. عامل كشكات ببوسوا ايدك. يا ريت بتاخد معك شي رطل لهالولاد والمختارة. اخد معي كل شي من خيركن. الشنطة بقتش تساع دبوس ابري. بكرة ان شاء الله بس ترجع المختارة بعتيلها رطلة. والمختارة ناوية ترجع ولا صارت مغتربة؟ الأولاد عم يشتغلوا مع نسوانه والمرأة قاعدة مع الأولاد الصغار. لك إن شاء الله بيرجعوا كلهم سوا. ما بعرف لوسي باز شو حاملة مع أخبار من خالتي ابتسام، بس أنا لحقت حالي وقلت في حال شي نهار وداد ما كانت موجودة واتصلت لوسي سبقت على خالتي وقلت لهم شو عم بيحكوا عني بالبرازيل. بس شو عرفها لوسي باز وخالتك ابتسام انك صلحت مع عمتك؟ هذا اللي عم فكر فيه. مش يمكن عمتك وصلت لوسي باز قبل ما تسافر تشوف خالتك ابتسام تتبع أخبارك؟ ممكن، بس قبل ما نتصالح. وإلا ما كانت خطبتني بنتها. بعدين عمتي كتير متحمسة للزواج وهي أكتر وحدة أثرت على لارا بالخصوص.
إذا كان هيك ليه بدك تخلص منها؟ لأنه ما في مجال، لازم أخلص من حدا منهم إذا بدي حط إيدي على الثروة. شوف وجهك بخير يا حليم، تبع حالك، غمض عين فتح عين، بيمضى الشهر بجي. رح نعتبر هذا الشهر من حسبة 20 سنة اللي مضوا وما شفناك فيهم. تروح وترجع بالسلامة. بيضل إلك فقدي يا مختار، إذا 20 سنة ما نسينك ولا نهار، رح ننسيك هالشهر؟ الله يديم المحبة يا هند، وصيني. سلم على المختارة وقل لها عطول بالبيل، وبوس عني الأولاد وولاد الأولاد. وصل. نديم رفقني شوي، بدي أحكي أنا وياك كم كلمة. تأمر. يلا يلا بالإذن، خطركن. الله معك. الله معك، ترفقك السلامة. الله يرده بالسلامة. شو قولك بده من نديم؟ المختار ما بيحمل معه إلا كل خير، إن شاء الله يكون بده يطمنه بالنسبة لي اللي صار معه. إن شاء الله، يا ريت. نعم شيخ. داي دافعين لك على راسي. ما فهمت. بدي دافعين لك رياس الجنود لتقتلني. جاوب، بدي يبعتني للحنكير يا ندر. جاوب وطلع بحريتك من هون. مش حقت لك بوكري، حقت لك بالوكر اللي خنتني منه وخنت الخبز والملح. مجرد ما تشك اني بعتك وخنتك صار الموت هين علي. رح سلمك سلاحي ورح ابقى هون، ولما بيجي الوقت وبتعرف مين اللي خانك مزبوط، ساعتها فلي وراسي مرفوع. خلي سلاحك معك لا يحميك من حالك. روح من وجهي. ولازم تعرف كمان اني من وقت ما وعدتك اني ما احكي شيء مع لارا بخصوصك، بعدني عند وعدي. مش شيء جديد عليك يا مختار، انت رجال صاحب كلمه. وهلا نازل لعندهم ودعهم قبل ما سافر، ورح اسالك لاخر مره، بدك افتح الحديث مع لارا وخبرها الحقيقه ولا لا؟ بدي ريح ضميري، لانه الروحه بالايد والرجعه مش بالايد. تروح وترجع بالسلامة يا مختار، بس أنا بدي أخبرها بعد ما أعرف ليه نيلي خفت عليها اسم أهلي وشو بتقصد من هذا الشيء. نيلي مثل ما عرفت منها تجوزت فؤاد ابن شبلي أظان، وما بعتقد بعد هلأ مهتمة لا لأمرك ولا لأمر لارا. نيلي تجوزت فؤاد؟ وراحت معه خطيفة، في مشاكل بين هدى وشبلي لأنه مش راضي عن هالجازي. كان بده فؤاد يتجوز بنت شريكه، وهدى مش راضي تستقبل العرسان قبل ما شبلي يعمل واجباته معه. عم قول لي هدى تركتني ومش عم بتضايقني. سعد، كنت مفكر بيني وبين الحب صار في مسافة كتير طويلة، وبعدت عنه ما بقى يوصل لي أبداً. بس من بعد ما شفت لارا انتهت هالمسافة، وليت حالي وجه بوجه مع الحب. ما بعرف ليه يا صديقي مش عم بقدر صدقك. قدي مرق علي بنات وستات وفنانات وارتستات، كنت ازهق منهم واتركهم. الا لارا ما عم بشبع منها، كل ما بتطلع بعيونها ببطل في اهرب منهم. بدك تروق حالك يا روميو، لانه اذا كان صحيح كل شيء عم بتحس فيه وعم تقوله رح تخربط كل شيء عم تخطط له. بحبها يا سعد، بحبها. خايف اني اذيها بحال وقفت عقبة بوجهي.
خايف بلحظة خوات اخد قرار اخلص منها مثل ما خلصت من حنان. الحب ما بيناسبك ابدا. انت من زمان نسيت قلبك، ما تفقله بالوقت الغلط. مع لارا مش عم بقدر افكر الا بقلبي. مرحبا يا خواجات. وفي موضوع صار لازم تعرف فيه، بس مش عارف كيف بدي خبرك. خد راحتك عمي صار، خبرني. ما عاد في شي بهزني إلا لسمح الله إذا كنت مريض أو بك شي. لا الحمد لله صحتي مثل الصخر وما زال ما عاد يهزك شي. لا رع بالك خطبت. خطبت؟ مين خطبت؟ كمال داود. كمال داود؟ ليه كمال داود؟ كيف قبلت فيه؟ ما بتعرفوا شو هو؟ كمال تغير وبعد ما ماتت مرته الأولانية ندب وتاب وصار إنسان تاني، إنسان كله نخوة وعاطفة ومحبة. هيدا كله نخوة وعاطفة ومحبة؟ شو عم تحكي يا مختار؟ أنت بتصدق إنه هيدا الإنسان بتغير؟ لو ما تغير ما حب لارا وحبته وما كانت وردي قبلت تعطيه بنتها. لارا بتحبه؟ يا ابني يمكن اقتنعت فيه، يمكن ما بدها تزعل امها، ووردي حسبتها عائليا واجتماعيا، لقيت انه ابن خيا احق بثروتها وببنتها من الغريب. فيك تعتبر استاذ انه نيلي خلص اورفار، ما عاد همه مع حدا، لا امها ولا لارا ولا انا. حشش ومحبحبة وعايش بدني غير دني. اف هالقد واكتر ما زال مش راضي بقى تظهر من البيت. يا عين الله يبشرك بالخير. بعدين معقولي بشهر او اقل نتفة تدمن على كل هالاشياء؟ بك تسأل الاستاذ. هول الحبوب مفعولن كتير قوي، بسرعة بفوتوا بالدم وبيعملوا إدمان، وإذا بقطعن عنا بعرف شو بيصير فيها، بتجن، ما بعود فيها هدية. دخيلك يا أستاذ ما فيها قطع. ما تخاف عمل لحسابها، بس أنت حاول تخفف لها شوي لتضل بحاجة لإلك وتعمل لك اللي بدك إيه. هلأ روقوا شوي، بركي شي نهار جنيت وعملت لها شي مصيبة عندي بالبيت، ساعتها أنا بصير بدي حبوب. مش رح تبقى كتير عندك بالبيت. بعرف إنه لارا بتشكل لك حالة عاطفية وذكريات طفولة، ويمكن بسمح لنفسي أقول إنه أنت كمان بتشكل لنفس الحالة. يمكن، بس هلأ أنا بنظرها مجرد حرامي. لا يا نديم لا، برجع بعيد عليك هالتهمة، وتهمت إنك صديق لباسم يزبك وبتعرف الباقي، بس إلك محل بقلبها وتفكيرها. لحد إن تخطب أوسخ إنسان على وجه الأرض. بعرف مش رح تقتنع إنه كمال تغير، بس يا ابني وردي عم تعمل مصلحة بنتها، وأنا لكون صريح معك أكتر واحد شجع على تعمل هالخطوة. هل قد شايف أنه كمال مناسب لإلها؟ لارا مستقبلها مش معك، لأني بعرف وردي مش رح ترضى بأي شكل تناسب أهلك، وهيدا الشيء يلي خلاني أرجع أسألك إذا بدك أنا خبرها عنك. خلص لارا أخدت قرار تتجوز كمال. الله يهنيهم، بس أنا حابب شخصياً أقدم لنفسي. هيك أنا بكون ريحت ضميري. خاطرك يا ابني. برافقك لتلاقي سيارة.
على الله. هو الحبوب والحشيش انت بتدبرهم مثل العادي ماشي؟ ماشي يا استاذ. سؤال اطمئنان، شو بدك؟ بدك مصاري؟ كلك نظر، بس مش هذا السؤال. لكن بعدنا على الاتفاق، انا اتصرف بنلي. بعدنا على الاتفاق. اسمعني منيح، رح اترك لك نلي، بس اذا بعدين صار له شيء او انكمشت لك بشي ضرب او نلي هربت منك وفضحتك، انا مش مسؤول. 100% ولو استاذ فؤاد، ما تقلي ولو، لانه بعدين اذا صار ما صار وجبت سيرتي او سيره سعد على لسانك اعتبر حالك ميت، مفهوم؟ لو علقولي مشنقتي ما بجيب اسمكن على لساني، كون واثق من هالشي. وما توصيني، انت والخواجة سعد خط احمر. هلأ رح اعطيك مصاري لحتى تضل مدبر حالك وما بقى تطولوا كتير ببيت سعد. شو؟ مبين عم تلف سيجارة. ولا مستغربة، الحكيم سمح لي بخمس سوير بالنهار وهيدي الرابعة، مش عم تحسبيهم؟ بلا عم بحسبهم، بس أجلها شوي، الصبي بعده هلأ سامع بالفحوصات ومشغول باله عليك. أنا بأمرك وأمر الصبي. ها ليه تأخرت هالقد يا أمي؟ نطرت المختار للاقى سيرفيس على بيروت. وليه وجهك أسود هيك؟ شو قال لك حتى مبين عليك الزعل من هون لبر الأنظار؟ ما قال لي شي، كنا عم نحكي عن الست هدى وقال لي بس يرجع من السفر رح يحل الموضوع معه. في الخير، بكفي إنه قبل ما يسافر تعذب لهون حتى يودعنا. كان عم بيودعنا ووصاني فيكم وقال لي كلام أثر فيه كتير. الله يرده بالسلامة. أنا فايتي حضر الأكل. شو رح يكون صعب عليك هالخبر يا نديم؟ شو بك يا أمي؟ ليش قاعد وحدك؟ ما بني شي يا أمي، ما بني شي. ما تخبي علي يا نديم، قالك شي المختار؟ خبرنا.
احنا ما قضي الليل انا وبيك زعلانين على زعلك، مش عارفين ليه. مش رح خبي عليكم لحتى ما ينشغل بالكم، المختار خبرني انه كمال ابن انور داوود خطب لارا. خطب لارا؟ يدلي على هالخبرية؟ ما بعرف ليه قبط قلبي. لأنك بتحبيها وبتخاف عليها مثل ما أنا بخاف عليها. والمختار ما بيعرف ابن أنور شو بيطلع منه؟ ليه ما عمل شي يمنع الخطبة؟ المختار ما بده يدخل بهيدا الموضوع. كل شي عمل أنور بوردة بدها تعطيه بنتها لابنه؟ يعني اللي ما قدر نهبه أنور جاي كمال ينهبه. يلعن أبو المصاري، أنا خايف على لارا مش خايف على ثروتها. نزالي اللي بعيونك إنك بتحبها وبتخاف عليها وأمرها بيعنيك، لأنك ما رح تقدر تنسى إنه بوقت من الأوقات كنت تنام على إيدك. بس بني آدم طبعه نسى، ما بعرف ليه نحن طبعنا مش هيك. لارا بتفكر مثلنا، بس وردي بتفكر بمصلحة لارا وبتفكر بثروتها. وردي خليل أساساً من بيت داوود، والدم ما بيقلب مي. كمال ابن خيا، ما رح تفضل شاب غريب عليه. ويمكن لو ما سافر صاحبك الحكيم ما كان كمال وصل له. صحيح على الميلتين حبي إلها بلا أمل، بس على القليلة مع باسم كنت طمنت بالي عليها إنه رح تعيش سعيدة ومرتاحة. وهيك هالحكيم بيسافر وما بعود يسأل عن حدا؟ عطول بفكر شو يلي صاير معه لحتى ما عاد سأل عن حدا. لو بتعرفي شو قال لي المختار كمان. شو قال لك؟ قال لي يمكن لارا خطبت كمان لحتى ترضي أمها، بس أنت أقرب الناس لقلبها ولعاطفتها، وهيدي تاني مرة بسمع منه هالحكي. بركي عم يجبر بخاطرك لأنه حس إنك بتحبها. لا يا أمي لا، لارا قالت له هالشي. يا ريت بعرف اكتب شعر لحتى اقول قصايد عن جمال عيونك. مش ضروري تكتب قصايد، اوقات كلمه بتغني عن قصيده. اذا كانت القصايد قليله على جمال عيونك، كلمه ما بتعبر عن اللي حاسه. منيح على القليله هلا صرت اعرف انك بتحب في عيونك. بحب عيونك، ضحكتك، وجهك، جسمك، كل تفصيل فيك قد ما كان صغير. كل ما بتطلع فيك بكتشف انه الجمال عندك مش نسبة، الجمال عندك
باهشي بتصد قدامها كل حسابات النسب والمعيس وبتقول يا ريت بتعرف تكتب شعر يلي عم تقوله هلا أكتر من شعر هيدا فلسفة الجمال أنا عم بقرأ قلبي قدامك بتمنى أنك ما تكسري على القلب بتمنى تحبيني مثل ما أنا بحبك ما فيك يا أمي تزرع شجر بالبحر حب الغنايا شي وحب الفقرة شي تاني الحب هو ذاته يا أم نادين عند الفقير وعند الغني بس الناس بتختلف وهيدا يلي عم بقصده يا ما في رجال ونسوان بيناموا حد بعض وع نفس المخدة وما حدا بيعرف بقلب التاني مين فيه قصص الحب كتير يا ابني بس الحب قليل فوت يا حبيب ارتاح وحاول قد ما فيك تنسى الليل مش رح فيي ارتاح عبالي اتمشى بهالضيعة بركي بترق أعصابي شوي روح اتعرف على الحكيم وحكي معه شوي يمكن الحكي بيريحك وبنفس الوقت يمكن الحكي معك بيريحه لإله كمان مش ليه بقى روح لعنده بهالليل بركي بكرة الصبح منروح كلنا سوا مثل ما بتريد يا أمي تمشى شوي بس ما تتأخر ريتك تقبرني حظك شو قليل أوقات كتيرة بحس إني عم بحشر حالي بأمورك الشخصية بحاول إني ما أتدخل بس مش عم بقدر يا أنا حشورة ومش عارفة يا أنت بتهمني زيادة عن اللزوم الحالتين بينطبقوا عليك عندك طرف حشرية أوقات بضيق لخلقي وطرف الاهتمام الزايد عن اللزوم بدهشني لكن رح خفف حشرية وزيد اهتمام لضل ادهشك بشو هلا عم بتفكر؟ بدي أعرف بكل اهتمام عم فكر بنديم كأني ناطر بكل لحظة شوفه قدامي وعايش على أعصابي وليه عايش على أعصابك؟ لأنه مش عارف كيف رح يكون شكل هاللقاء ريح أعصابك ما هيئته حيزورك اليوم بده يكون شايف أهله فل بكون أحسن هيك بكون وفر علي وقت أطول أني أشوفه يعني كنت ناوي تشوفه؟ ما عنده غير حل لكن نديم ما وفر عليك صعوبة هاللقاء أجل مشهد لمرة تانية بدك تطلع ترتاح؟ لا حابب أبقى بعد شوي لكن طلع شوف الطانت وراجع لعندك والله هاي الخبرية مش قاطعة براسي ما بصدق انه الست وردي معقولة تسلم بنتها لابن انور وبرضاها خايفة على ثروتها تروح لحدا غريب وكمال بالنهاية بيضلوا ابن خيا الله يهنيهم مع انه مع ابن انور مش حتتهنى وابنك بحبها وناسي مين وردي خليل ومين نحن صحيح انه وردي بنت الحسب والنسب بس لارا مثلنا أكلت بصحننا ونامت بفرشتنا يمكن هيك صحيح لأنه المختار لمح للصبي إنه لارا بتفكر فيه وإله عاطفة بقلبها أكتر من أي إنسان تاني صح مختار ما بيكذب وما بيقول كلام ليقول دخلك شو بيك ما عم تفهم البنت خطبت وبدها تتجوز وريوة يلي كانت تاكل بصحننا وتنام بفرشتنا صارت لارا خليل وعم تاكل بصحون ذهب وفضة وتنام عريش نعام فهمان بس اللي مش عم بفهمه ليه هالصبي مكتب له انه يحب لارا وما يوصل لها حبها وقت كانت تحب صديقه وبعده بيحبها بالوقت اللي خطبت فيه ابن عدونا
بعرف انه اوقات الحب بيخلق فجأة، اوقات نحن منخلقه. الحب من طرف واحد قاسي وصعب. لارا ما تخليني احس الاحساس. الحب موجود بيناتنا كمال، بس بمعاني كتيرة. اعطيني وقت لاقي المعنى اللي بيجمعنا بتفاهم يرضي الطرفين مش طرف واحد. جواب ذكي، بس بيعطيني الامل انك مهتمة لوجودنا سوا. لو ما كنت مهتمة ما كنت لابسة محبس. ما راح ارتاح قبل ما اسمع منك كلمة بحبك. تصبح على خير. تحكوا مع جماعة بلياقة، ما بدي خافوا منكم. وإذا ما فهموا بلياقة شيخ شو بدك يانا نعمل؟ ما بعتقد رح يمانوا، بس يفهموا الظروف اللي منعتني زورهم. ما بدك يكونوا من الناس اللي بيقدروا ظروف؟ حسب الموقف المتصرف. ترك علي يا شيخ، أنا بعرف كيف اتفاهم معهم. صار. ما فكرتي وقت قلتلك ذكية شو كنت عم بقصد بهالكلمة؟ مش لأني عرفت سبب زعله كيف بده يقابل نديم؟ برأيك بس هيدا هو السبب يلي مزعله؟ عدا إنه لما يفكر بلارا من وقت للتاني بصيبه هالشي، بالنسبة لنا صار شي عادي. هو فعلاً زعلان من لارا وبنفس الوقت زعلان عليها، والسبب مش لأنه مشتاق لها، في سبب تاني. شو ما كان السبب رح بتضل لارا هي الدافع، لأنه بعدها عايشة فيه بالفكر وبالإحساس، ورح تبقى هي الهدف. طب حلا، لما بيكون العاشق غرقان بذكرياته بصير مثل سفينة غرقانة بموجاتها، وحمولتها كنز بهالحالة. لا البحر بتهمه الكنوز ولا السفينة عارفة بخسارتها. ابنك يا ست حلا هو الكنز، ولارا عقل البحر وقلب السفينة. شو حلو يلي قلتيه يا زينة، ابني البحر والسفينة وانت الكنز يلي مش عارف قيمته. هيدي سيارة باسم، معقول يكون باع على فادي لأنه سافر؟ وزينة سكرتير باسم، معقول تكون عم تشتغل سكرتير عند فادي؟
بسافر من حالي أنا بهرب من سن لسني بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني بسافر من حالي أنا بهرب من سن لسني غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا يا عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف